أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج البلاد في أسبوع. نستعرض ما قدمه الزملاء والزميلات طيلة الأسبوع الماضي، حياكم الله. حكم نهائي بحبس نصابة زورت أختاماً رسمية، وفي التفاصيل قضت محكمة التمييز برفض طعن متهمة حكم عليها بالحبس لمدة 5 سنوات إثر قيامها وآخرين بتزوير ختم منسوب لمنفذ مطار البحرين الدولي واستخدامه على جواز سفر مخالفاً للحقيقة. وتشير التفاصيل حسب تقرير الزميلة شيماء عبد الكريم إلى أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعنة بأنها اشتركت بطريقة الاتفاق والمساعدة مع فتاتين وآخر مجهول في تقليد ختم منسوب لمنفذ مطار البحرين الدولي والإيقاع بضحايا لتعديل أوضاعهم القانونية. ملف وثائقي بمعلومات مهمة قدمته البلاد حول الغزو العراقي للكويت. مع فريق عمل من الزملاء راشد الغائب حسن عدوان والمصور رسول الحجيري، قدمت البلاد ملفاً وثائقياً مميزاً بمناسبة العيد الوطني 63 ويوم التحرير 33 لدولة الكويت الشقيقة، وأجرت فيه لقاءً خاصاً مع السفير الكويتي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، تناول الجهود البحرينية في فترة غزو الكويت وتحريرها. وبالإمكان مشاهدة الملف على الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية بالصحيفة. مبادرة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية 2024 تشكل لجنتها المستقلة. كتبت الزميلة أمل الأرادي أنه في ضوء استعدادات مؤسسة البلاد الإعلامية لإطلاق مبادرة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024 بنسختها الثالثة، تم تشكيل فريق عمل من المبادرة الرائدة والمتخصصة، وتم تشكيل لجنة التقييم المستقلة الخاصة بها التي ضمت نخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري والتجاري وأكاديميين وباحثين للعمل على تقييم الشركات المرشحة لهذه المبادرة. ويترأس اللجنة للسنة الثالثة على التوالي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدي. تحركات لاستئناف مشروع مارينا ويست المتعثر. نقل الزميل علي الفردان من مصادر مطلعة أن جهوداً تبذل في الوقت الراهن بغية استئناف العمل في مشروع مارينا ويست، والذي يعتبر أحد أبرز وأقدم المشاريع المتعثرة في البحرين، وذلك منذ أكثر من 15 سنة. وبحسب المصادر فإن الجهات المعنية بدأت بالتواصل مع عدد من المقاولين لتسليم مشروع مارينا ويست واستكمال عملية البناء. الإسكان 51,000 طلب بيت و 1685 قسيمة. كتب الزميل إبراهيم النهام، قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه تم ملاحظة انخفاض عدد الطلبات في العام 2022 إلى العام 2023، مما يدل على أن هناك توجهاً نحو الحلول التمويلية الفورية التي تم استحداثها في أغسطس 2022. وأفادت الوزارة في ردها على سؤال من النائب محمود فردان بشأن عدد الطلبات الإسكانية القائمة لجميع مناطق البحرين بوجود نحو 51,000 طلب لوحدة سكنية و 1658 قسيمة. أسعار الصقور من 500 دينار إلى 120,000 دينار. سلالات الصقور تنقسم إلى 4 فئات، هذا ما شرحه الصقر الدولي سلمان البلوشي للزميل حسن عبد الرسول في تقرير متميز حول تربية الصقور، ومن أهم سلالاتها الحر والشاهين والجير والبكري، وتتراوح أسعارها بين 500 إلى 120 ألف دينار. إلى هنا تنتهي جولة هذا الأسبوع، في أمان الله.